عسكرية قديمة مع سليم بوصفارة. حكينا المرة اللي فاتت على منال شهرة مادونا، اسم خذيته بحكم الفلجة والشعر والطاقة الصوتية اللي عندها لا أكثر لا أقل. هي صاحبة شركة تنظيف وحراسة في حي الأنوار، مرأة صنعت روحها من حتى شيء، عرفت كيفاش تتصرف في مشروعها وكبرته ووقفته على ساقيه بفضل المانجمنت ستايل تقليدي رعواني وأوتوريتير اللي الكل شمان وأصدم ودز تخطف. الحبيبة كان ما يتعدى عليها شيء، المعلومات الكل عندها وتعرف خدمتها على شنو يمشي ويجي. وصل بها شيء لدرجة التنصت عليهم في المينيبوس اللي كريته من عند من سوسيتي دي لوكاسيون. هذا الكل بطبيعة موافقة ومساعدة سي حافظ مولا الشركة، هو الوحيد اللي على علم بالموضوع وقال لها سرك في بير. إما دويو على خاطر السيد ولا مهتم أكثر من لازم بمادونا، ويعني حلات له في عينه، بدأ بلا استدعاءات والتلميحات إلى أن وقفته عند حده. وقت عمل لها شونتاج، خليهم يدخلوا في حرب مفتوحة على كل الواجهات. سي حافظ هذا راجل أمصت منه ما فماش، يتقلق كيف ما يقولولوش سي، يتكلم بالرالونتي وبلهجة بلدية باش يظهر من أكابر البلاد ومطبوع. عنده 4 شعرات مزلقهم بالجيل وديما لابس شوميز محلولة وتحتها شركة ذهب اللي يقولك هدتها لونانا في طهوره. كرشه قدامه بحكم اللي يحتسي يوميا. الثلاثة بعد لول تلقاه مع أصحابه يا في حلق الواد يا شيرة بور دو فرانس والباساج. سي حافظ عمل شركة كراء سيارات بعد ما فشل في 4 مشاريع، النجح فيهم ما فوتش 3 سنين، مرة فاست فود ومرة فيديو كلوب ومرة كافيتيريا والأخرى بريسينك، ديما نفس الحكاية، اللي دخلوا النهار يهزوا يصرفوا فيه يا خبيثة يا دبوزة. شركة كراء السيارات ربحها قايم أكثر على التعقريب والتحايل، يعني يجي مواطن ملزوس بشكري كريه بعلى نهارين يحسب له الدوبل ويعطيه أخير كرهبة عنده. مواطنين بالخارج يفرح بيهم وياخذ عليهم ضمد باهي ويبدأ يتمنى باش الكريهبة تتمس وتتخبش باش يضرب ضربته ويقبض عليهم ويقبض زادة من غادي على السورونس اللي ترجع له بالكامل. فما كان الشركات الأجنبية يمشي معهم منظم، ملا كيفاش هذيك سبال على طول العام. السيد في بيلو اللي يحب عليه يوصل له، أما مانيل كنترته وقالت له تقف غادي وحدك حد المسقي، قدحت بيناتهم ومادونا تحاولت 180 درجة ولا تهديد وسبين وتطيح قدر. وقالت له مادونا حرفيا مازلت ما تعرفش وجهي الآخر، يقننه يا ولد ناناتي العركة انت بديتها وكانك تحكي بروحك كملها، والمرة جاية باش نحكيه على طرح تنطيحك باش نهايته باش تكون مأساوية. كاريا قديمة مع سليم بوصفارة.